بتوجهيها لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم؟ كل سنة وهم طيبين وربنا يقويهم على خدمة مصر يا رب إن شاء الله. ولولا رجال الشرطة لما كانت هنا السياحة ماشية، وما شاء الله والأمن مستتب والناس يعني تعرف تيجي مصر، تعرف تزورها وهي مبسوطة بأمان إن شاء الله. أقول لهم ربنا يقويهم على المسؤولية الكبيرة اللي هم بيقوموا بيها، ويحفظهم يا رب ويحفظ بلدنا إن شاء الله. أقول لهم كل سنة طيبين وربنا معاكم. مصر كلها بخير بفضل رجال أوفياء مثل رجال الشرطة العظماء والتنظيمات المعمولة في الشوارع، تنظيمات جميلة جدا جدا. الأمن والأمان أصبح في مصر يحمل صفة 100%. كل سنة طيبين، دايما البلد في تقدم وازدهار، وإحنا دايما عايشين بصوتهم والأمان اللي هم الأمان اللي إحنا عايشين فيه ده. بقول لهم طبعا كل سنة وهم طيبين وكل عيد وهم طيبين وفي خدمتنا وخدمة الشعب كله طبعا. ربنا يوفقهم، وطبعا شايلين عبء كبير طبعا في مسؤولية الأمن، ودي حاجة إحنا نفتخر بيها. طبعا لهم كل سنة طيبين، ودايما الجيش والشرطة والشعب كلهم إيد واحدة. إن شاء الله مصر في تقدم وفي أمان بإذن الله إن شاء الله. كل سنة وهم طيبين ودايما كده في حماية البلد، ودايما بتحمونا وبتحافظوا على البلد. كل لحظة وكل مناسبة.